بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أعرفكم بنفسي أخوكم عبد الله السندي من قناة مجتمع باكستان. اليوم جينا أسعار المواشي اللي في إسلام أباد. طبعا عندنا هذه المواشي وراح أعطيكم التفاصيل إن شاء الله بإذن الله تعالى على الأسعار ونشوف نقارن بين الروبية والريال بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وشوفوا دحين الآن أنا بعطيكم الأسعار، والله دحين الأسعار نار نار يعني مرتفعة. هذه أسعار الأضاحي في بكرمندي في إسلام أباد. لحن هذا الصغير كم يا أبو هاجر قلنا؟ هذا سنة ونص. أي هذا الحين أيام الحج وصل 190,000 هذا اللي قلنا. أيوه سنة ونص، يعني تقريبا ريال السعودي 1200 تقريبا 1200. هذا اللي قال لنا اكبر حجم الاسود، هذا الاسود لك وشاليس 140,000 يعني لك وشاليس 1500 تقريبا 1500 سنتين ونص. يقول لك ثاني، شوف اسنانه كيف. شوف ما شاء الله. هذا الثاني، ثاني هذا ثاني. ما شاء الله تبارك كبير ما شاء الله. هذا اللي شفناه اول. طيب شوف ده، شوف ده، هذا اللي قدامه هذا. اي من اين هذا؟ كم السعر قال لك؟ برضو نفس السعر 90,000. نفس الاسعار الحين. هذا عشان الموسم الحج، عشان مغلين عن السعر. على 65 بعد الحج. هذا بعد الحج. 65 بعد الحج طبعا الأسعار حتنزل، يقول لك على 60 65 تقريبا زي كذا. ما شاء الله تبارك الله، هذا الأكل حقهم. ما شاء الله تبارك الله. طبعا في مقاصات حجم الكبير وحجم الصغير، كلها نفس الأسعار. طبعا هذا الحجم الكبير هذا سعره 2 لك، هذا الأكبر واحد الحجم هذا سعره 2 لك، يعني ما يقارب 2000 وشوية تقريبا 2600 لكينا 2600 ريال يعني تقريبا. طبعا هذه الأغنام ما شاء الله تبارك الله. هذا الصغير، بس شوف الصغير الأسود ما شاء الله تقريبا يجي 15 كيلو، ما يقارب برضو 90,000 روبية يعني زي 1100 ريال تقريبا. تقريبا الأسعار هذه على 1100 ريال. طبعا هذه كلها أسعار نفسها. أصغر حجم قلنا هذه 90,000 روبية، والوسط تقريبا لك 40 لك 20، وأكبر حجم على سعر لكين. أسعار مختلفة. هذا حاليا متى اصغر حجم هذه ب 90,000 روبية، بس ما شاء الله مليانه. شوف انتوا عارفين ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الثور اكبر حجم، سعره ب 18 لكن ما يقارب 22,000 ريال او فما فوق. هذا أكبر ثور ما شاء الله تبارك الله. واللي جنبه هذه برضو ب 17 لك، يعني ما يقارب 22,000 ريال. طبعا أسعار مختلفة. هذه أكبر أحجام، أكبر أحجام الثور ما شاء الله تبارك الله. هذه أحجام الوسط، هذه سعرها 6.5 لك، يعني ما يقارب 8,500 ريال تقريبا. هذه أحجام النص. يعني أحجام وسط عفوا، هذه أسعار الأحجام الوسط.
طبعا هذه أحجام صغيرة ثيران، هذه سعرها لك 10 ما يقارب يعني تقريبا 1100 ريال تقريبا. طبعا يا اخواني الان اعطيتكم الاسعار هذه، فحاليا موجود هنا لكن لسه الجمال ماني شايفيه، ولكن اعطيناكم الاسعار فحاليا هذه هي موجوده، ولسه حتيجي بالسوق كمان لسه حتصير زحمه.